طالب عضو المجلس البلدي فهد الصانع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بفتح تحقيق حول ما أثير مؤخرا بشأن فرض المملكة العربية السعودية حظرا مؤقتا لاستيراد الدواجن من الكويت بسبب إصابتها بإنفلونزا الطيور. وشدد الصانع على ضرورة فحص جميع لحوم الدواجن والبيض المحلي والتأكد من سلامتها بشكل يومي. وحمل الصانع بلدية الكويت مسؤولية ما أسماه بالتخاذل والتقاعس في الجانب الرقابي على الدواجن والطيور ومنتجاتها، ومطالبا بسرعة الكشف عن أي إصابة للدواجن المحلية بإنفلونزا الطيور حرصا على سلامة المستهلكين. ونعود مرة أخرى إلى معالي الوزير وزير الدولة وأيضا البلدية محمد الجبري، نعتذر لانقطاع الخط معالي الوزير. أعود مرة أخرى إلى سؤالي، ما هي آلية الإفراج عن السجناء وهل تم تخصيص ميزانية لهم أم لا؟ يعني احنا حرصنا ان تكون الميزانية السنة هذه 500,000 دينار، وهي اكثر من الميزانية العام الماضي. وايضا فتحنا باب التبرعات اللي راح يكون في بث مباشر يوم السبت بالتعاون مع الاخوة في وزارة الاعلام، وانا حقيقة ادعو قناتكم فضلا ان تكونوا مشاركين معنا. وشكلنا لجنة من الداخلية ووزارة العدل متمثلة من إدارة تنفيذ الأحكام لمعرفة هذه الشرائح والأشخاص يتم تسديد مديونياتها بأسرع وقت ممكن، ويتم الإفراج عنهم ليكونون في شهر رمضان المبارك مع أهلهم بإذن الله. يعني ماذا عن ثمرات ونتائج النسخة الأولى من هذه الحملة، وأيضا ماذا تتوقعون من الحملة في نسختها الثانية؟ طبعا العام الماضي مثل ما ذكرت كان المبلغ 300,000، كان عدد المستفيدين 173 حالة. نعم. السنة هذه زدنا المبلغ، وجهت بيت الزكاة إلى زيادة المبلغ إلى 500,000 مثل ما ذكرت في بداية كلامي، وهي توجيهات سامية إلى 500,000. وأيضا راح يفتح باب التبرعات من خلال الرقم، إذا تبون أعطيكم الرقم الآن فضل. اللي هو للتواصل مع بيت الزكاة اللي هو 9444-3366، وهذا راح يكون الأخوان متواصلين في بيت الزكاة. وأيضا راح نستعين في بعض الأخوان اللي مختصين في هذا الشأن لكي يدشنوا الحملة، واللي أنا على يقين ومتأكد أن كل أهل الكويت راح يساهمون للإفراج عن معاناة هؤلاء السجناء، خاصة اللي يكون عليهم قضايا مدنية، ويعني يكون لها طعم أن يكونون في رمضان مع أهاليهم، وأهل الكويت جبلوا على عمل الخير. وإن شاء الله راح تنجح هذه الحملة بجهود الجميع بإذن الله تعالى. بإذن الله، وكل توفيق لكم معالي الوزير. معالي وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، شكرا جزيلا لك.